السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على عبارات تجعلك تتكلم اللغة الفرنسية بمستوى عالي. فهاد العبارات اللي استعملتيهم في الكلام تاعك فغتبان متمكن من اللغة الفرنسية. فنمر على بركة الله نتعرفوا عليهم. والعبارة الأولى اللي عندنا هي se tourner les pouces. se tourner les pouces. اولا شنو هو لو بوس؟ لو بوس هو الابهام، يعني اصبع في اليد اللي كيتسمى الابهام. ف se tourner les pouces ça veut dire لف الابهام، يعني لف ابهام اليد اليمنى مع ابهام اليد اليسرى. يعني هاد الحركه اللي كنقوموا بها كنسميوها se tourner les pouces. فالمعنى الحقيقي نتاع هذه العباره هو لف الابهام. اما بالنسبه لو سونس ايماجي دو سيت اكسبرسيون، يعني المعنى المجازي، فهو ريستي ان ريان فير. ريستي ان ريان فير يعني شخص لا يعمل اي شيء، يضيع الوقت. سودان سو تورني لي بوس فاجر يضيع الوقت، يعني لو سونس ايماجي هو يضيع الوقت. سودان فنشوفوا اكزامبل او مثال باش تفهموا مزيان. Au lieu de te tourner les pouces, range ton bureau. Au lieu de te tourner les pouces, range ton bureau. يعني عوض au lieu de عوض te tourner les pouces اللي قلنا كنقصدوا بها تضييع الوقت، يعني عوض من ان تضيع الوقت سودان، range ton bureau رتب مكتبك. داكوغ، قلنا tourner les pouces هي لف الابهام، ولكن المعنى يعني لو سونس ايماجي او المعنى المجازي نتاع هاد العباره هو تضييع الوقت سودان. داكوغ، دونك سو تورني لي بوس كيف قلنا كنعنيو بها تضييع الوقت. العباره الثانيه اللي عندنا هي avoir un cœur de pierre. avoir un cœur de pierre. ف تو دابور ان كور كيعني قلب، بيير هو الحجر. دونك avoir un cœur de pierre، واش ممكن يكون شي شخص عنده قلب من الحجر؟ دونك ما يمكنش. فهذا سونس ايماجي، يعني معنى ماشي حقيقي، معنى مجازي. نشوفوا اكزامبل او مثال. فكنقولوا il a un cœur de pierre، فالشخص اللي كيكون insensible كيكون يعني غير حساس او inhumain يعني غير انساني، فكنقولوا il a un cœur de pierre يعني عنده قلب من الحجر، او شخص اللي هو قاسي. فاش كيكون قاسي القلب او كيف قلنا انسانسيبل او انيما، فكنقول له الى ان كور دو بيير يعني قلبه من الحجر او قاسي او متحجر القلب. فكيف قلنا ما يمكنش عفوا يكون شي شخص اللي عنده قلب من الحجر، فقط هذا سونس ايماجي او معنى مجازي. العباره الثالثه اللي عندنا هي être une poule mouillée. être une poule mouillée. فا اون بول مويي كنقولها لشخص بيرسون كي مونك دو كوراج، يعني الشخص اللي كينقص اللي كتنقصو عفوا اللي كتنقصو الشجاعة، فكنقول له اون بول مويي يعني بيرسون بولترون. فا بولترون كيعني جبان، يعني واحد الشخص اللي هو بولترون. فا بولترون كيعني جبان، بيرسون بولترون، بيرسون كي بور دو تو، شخص اللي كيخاف بزاف وكنقصو الشجاعة، فكنقولو له اون بول مويي. نشوفو اكزامبل او مثال. إلا بور دو تو يعني تخاف من كل شيء. إلي اون فغي بول مويي يعني كيف قلنا الشخص اللي كيخاف، يعني اللي هو بولترون او جبان، فكنقولو ليه اون بول مويي. العبارة الموالية avoir la main verte. avoir la main verte. فهاد العباره كتعني être doué pour le jardinage. ف doué pour le jardinage كيعني موهوب او بارع في البستانه او ماهر في البستانه. دونك البستانه هي le jardinage. exemple او مثال. mon grand-père a la main verte. son jardin est magnifique. mon grand-père à la main verte يعني موهوب، يعني موهوب او بارع في البستانه. son jardin est magnifique. داكور، دونك avoir la main verte كنستعملها مع واحد الشخص اللي هو doué pour le jardinage، يعني موهوب او بارع في الجاردناج او في البستانه. العباره المواليه
avoir une peur bleue. Peur كيعني الخوف. avoir une peur bleue. فهاد العبارة كتعني avoir très peur. كنستعملها مع الشخص اللي كيخاف خوف شديد. فهاد الإكسبرسيون سينيفي le fait de craindre énormément quelque chose. يعني يخاف جدا أو يخاف بشدة من شيء ما. Exemple, Karim a une peur bleue des fantômes. Karim a une peur bleue des fantômes. يعني كريم عنده واحد الخوف شديد من الأشباح. Les fantômes هما الأشباح. Donc Karim a une peur bleue des fantômes. يعني كريم مرعوب من الأشباح. D'accord. عبارة أخرى اللي هي avoir un poil dans la main. كتعني être très paresseux. Paresseux هي كسول. être fainéant. يعني شخص لا يحب العمل أو كسول. فكنقول له elle a un poil dans la main. elle a un poil dans la main. وهاد العبارة أيضا إلا جينا نترجموها ترجمة حرفية فما عندهاش معنى. فpoil هي شعرة. dans la main يعني عنده شعرة في اليد. فما عندها حتى شي معنى. ولكن المعنى نتاع هاد ليكسبرسيون هو être très paresseux. يعني شخص اللي هو كسول فكنقول له elle a un poil dans la main. فالشخص الذي لا يحب العمل فكنقول له elle a un poil dans la main. عبارة أخرى vendre la mèche. vendre la mèche. فvendre la mèche كتعني تخير le secret. تخير لو سكري يعني فاش واحد الشخص كنحكي له واحد السر وكيفضح داك السر او كيكشف عنه فكنقولو elle a vendu la mèche. exemple l'un de ses collègues a vendu la mèche. l'un de ses collègues يعني واحد من زملائه a vendu la mèche يعني فضح سره. ف vendre la mèche كتعني dévoiler un secret او trahir un secret يعني يفضحوا او يكشفوا عن السر. فالعباره الاولى اللي شفنا هي سو تورني لي بوس وقلنا كنستعمل هذه العباره الا بغيت نعبر على تضييع الوقت. avoir un cœur de pierre فقلنا الا كان شي شخص غير حساس او غير انساني فكنقول له الا ان كور دو بيير يعني قاسي القلب او متحجر القلب. être une poule mouillée فكنستعملها مع واحد الشخص كي مونك دو كوراج يعني اللي كتنقصو الشجاعه فكنقول له اون بول مويي. avoir la main verte ça veut dire doué pour le jardinage يعني شخص اللي هو بارع او ماهر في البستنه. avoir une peur bleue فكنستعملها مع شي شخص اللي عنده خوف شديد من شيء ما فكنقول له elle a une peur bleue des fantômes ou bien elle a une peur bleue des insectes ou bien des animaux etc. يعني عنده خوف شديد من شيء ما. avoir un poil dans la main كنستعملها مع personne اللي هو paresseux يعني الشخص اللي لا يحب العمل او كسول فكنقول له elle a un poil dans la main. vendre la mèche فقلنا هي تخير le secret ou bien dévoiler le secret يعني فاش واحد الشخص كنحكي له واحد السر وكيكشف عنه فكنقول له elle a vendu la mèche. وبهذا كنوصلوا لنهايه الحصه. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وتكونوا تعلمتوا هذه العبارات اللي هي مهمه فاذا استعملتوها في الكلام تاعكم غتبانوا متمكنين من اللغه الفرنسيه. نتمنى ايضا تشاركوا الدرس مع اصدقائكم واحبابكم لكي تعم الفائده ونتلاقاو في الحصه المقبله ان شاء الله.